الاستثمار بالتأكيد يعني إنشاء مشاريع خدمية وسكنية، وقد تكون صناعية وقد تكون زراعية، وكل تلك الخدمات التي تقدم هي بحاجة إلى أغطية التأمين، فهناك وثائق مصممة لتغطية هذه المشاريع ضد الأخطار الاحتمالية التي قد تتعرض لها كالحريق والسرقة وبعض الأخطار البيئية التي تتعرض لها. إضافة إلى ذلك تأمين العاملين في هذه المشاريع. وأود أن أشير أيضا أنه سبقا للهيئة الوطنية للاستثمار أن أصدر التعميم ورد فيه أنه يرجى التأمين على كافة المشاريع وعلى العاملين لدى الشركات العراقية أو الأجنبية المجازة في العراق. صراحة حاليا عم نطمح لنطلع برات السليمانية، لأن أغلب مشاريعنا ضمن السليمانية، لنستهدف المناطق المحررة كون الفرص ازدادت بعد التحرير، فصارت فرص استثمارية كبيرة. نسعى دائما لنقل الفكرة والثقافة اللي نحن عدنا إياها الموجودة في السليمانية من ناحية الجودة، بناء الإنسان والحفاظ على البيئة. هي هي أهدافنا وهي هي القيم اللي يدعو إلى رئيس مجلس الإدارة. شركة جوتن متواجدة من العراق من 2004 و2005، لحد اليوم احنا متواجدين عندنا اكثر من 50 فرع بالعراق من الفاو الى زاخو. بالنسبه للمحافظات الغربيه صلاح الدين والانبار والموصل، احنا متواجدين بها من خلال فروع اكثر من فرع، يعني احنا عندنا فرعين بمحافظه الانبار، وعندنا فرع بمحافظه تكريت، وعندنا فرع بمحافظه الموصل، وعندنا اكثر من فرع بمحافظه اربيل، وعندنا في الموصل بالجانب الايمن عندنا الوكيل هناك بيقوم باعمال كبيره بمجال اعاده اعمار المنطقه المحرره في الجانب الايمن. عندنا مجمع سكني باربيل باقساط 20 سنه، عندنا مجمع سكني باقساط 10 سنين بالمنطقه الذهبيه. هسه المجمعات اللي تنبني باربيل، خلينا نقول اكثر المجمعات للاستلام يخلص، خلينا نقول يعني لازم تدفعين كامل المبلغ. هاي المجمعات اللي جايه وهسه اللي يشتغلون بها اكو منها هياكل خلصانه، يعني جايه منافس للسوق كاقساط 40% للاستلام، 60% اقساط شهريه لحد 17 سنه بعد الاستلام.